عندنا جنسيات في مختلف دول العالم، عندي الروسي والأوكراني والألماني والإنجليزي، عندي تشيكي، عندي يعتبر جنسيات من كل دول العالم، عندي أمريكي وسويسري. طبعا عندنا المصريين بالذات في الأجازات بيحبوا دايما يجوا، دي وجهتهم الرئيسية الغردقة. في الكام سنة الأخيرة الغردقة سحبت السوق الداخلي جامد، وخلاص ما بقاش حد يقول لك صيفي في الغردقة. فاحنا الحمد لله متمتع بحمامات سباحة كتير وأكوا كتير، وده الناس بتحبه ومستنينه، وإن شاء الله الأعداد تفضل في ازدياد وتنورونا في الغردقة في أي وقت.